طالبت وزارة الداخلية والجماعات المحلية جميع ولاة الجمهورية بإعادة التدقيق في أسماء الفائزين في قرعة الحج لموسمي 2020-2021 التي جرت منذ أسبوع. وجاء في مراسلة أبرقتها الداخلية أنه يطلب من الولاة تأطير قوائم الفائزين الذين ثبت أداؤهم لمناسك الحج خلال 7 سنوات السابقة، ولم يستثني القرار الذين حجوا بدفتر حج خارج الحصة، فيما استثنى قرار وزارة الداخلية محارم النساء التي لم يسبق لهن الحج خلال 7 سنوات السابقة وفزن في القرعة رفقة محارمهن.